أسئلة كثيرة أنقلها لضيفي عبر سكايب السيد عادل عبد العاطي الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني. سيد عادل أهلا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم جميعا وشكرا على الاستضافة. يعني بعد التحية، ما الذي جرى بالأمس؟ لماذا أقدم الدعم السريع على ارتكاب مذبحة كهذه؟ الدعم السريع قوى غير منضبطة وقوى يعني مارست كل هذه الفظاعات في دارفور ومارستها يعني في جبال النوبة وفي غيرها من المناطق التي عملت فيها أيام حكم البشير، وكانت يعني بعيدة عن الإعلام. كان هناك قتل بالجملة وقتل يعني على الهوية وقتل المدنيين وتدمير للممتلكات والغرى. هذا هو طبيعة هذه الميليشيا، وأيضا قامت بالقتل في الخرطوم في ما يسمى بمجزرة يعني القيادة العامة في 2 يونيو 2019 حين قتل المتظاهرين أو المعتصمين أمام القيادة العامة، وثم بعدها أيضا إبان انقلاب 25 أكتوبر 2021 تم سحل الناس في الشوارع وضربهم. فهذه ليست جديدة، هذه الجرائم. أيضا في خلال هذا الصراع بعد 15 أبريل ما قام الدعم السريع بممارسة القتل يعني البشع في الجنينة وفي الخرطوم وفي غور الجزيرة المختلفة. يوميا نرصد حالات قتل لعدد من الناس وعدد من الأسر وتصفية أسر كاملة، لكن الآن يعني بلغ بهم الجنون وبلغ بهم الإحساس بعدم المسؤولية والإحساس بعدم المحاسبة أن يعتدوا على قرية كاملة، أن يحتلوها وأن يقتلوا فوق حتى الآن فوق 200 مواطن بريء وأن يهجروا سكان القرية كلهم. وهذه الجرائم تتم يوميا على مدار الساعة في الجزيرة، يتم قتل الناس، يتم اغتصاب الفتيات، يتم تهجير الناس من منازلهم، يتم نهبهم. هذه حرب على الشعب السوداني، هذه بربرية وحشية لم يشهدها حتى عهد هولاكو التتري وجنكيز خان. فيعني الشعب السوداني للأسف الشديد ليس له حليف وليس هناك من يدافع عنه، والجيش موقفه ضعيف جدا، والأحزاب السياسية موقفها مخزي تماما. بعضها يتحالف مباشرة مع حميتي وبعضها يعني يواليه ويداهنه ويوقع الاتفاقات معه، وللأسف الشديد السودانيين متروكين لمصيرهم وحدهم أمام هذه القوى القاشمة. طيب، الدعم السريع يتحدث أن ما جرى بالأمس هو عمل استباقي. استباقي لماذا؟ ليس هناك استباق. أهل الجزيرة كلهم مسالمين. أهل الجزيرة يحاولون أن يعيشوا حياتهم، هم عمليا تحت الاحتلال، وهذا احتلال تام يعني. فتم نهب ممتلكاتهم، تم نهب الحصاد، تم إجبارهم على حصاد قبل المواعيد، حتى مواعيد الحصاد يتم يعني الآن ترحيلهم للاستيلاء على أراضيهم والاستيلاء على بيوتهم. هذا منهج يعني واضح، منهج استيطاني ومنهج بدا إبعاد للناس كما تم إبعاد الناس من الخرطوم. وهذا يعني هدد به حميتي، يعني قال من قبل إنه الخرطوم ستصبح مدينة تسكنها القطط فقط يعني، وكان يقول لمن تتبع هذه الخرطوم، نحن ندخلها بالقوة وأصلا هي لمن تتبع. ويرددون إنه يعني الكلام الفارغ إنه كل ما يمتلكه الناس، ولأنه كان هناك تمييز في الدولة وإنه هذه دولة 56 والتي هي دولة ظالمة وغيرها، بينما يعتدون على المواطنين في بيوتهم، المواطنين البسطاء والفقراء أصلا، هؤلاء غرويين لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، وتم الاعتداء عليهم لقتلهم ولسرقتهم البسيط ما عندهم ليسرقوه وليعتدوا عليهم وليستولوا على الأرض ويستولوا على البيوت، وفي هذا المنهج الاستيطاني التوحشي الاحتلالي. لماذا يراقب العالم العربي دولة الإمارات وهي تدعم ميليشيا كهذه تصل بالسودان إلى طريق مسدود بلا رجعة؟ العالم العربي مشغول بمشاكله المختلفة، هناك حرب في غزة وهناك حرب في اليمن وهناك أزمة سياسية في تونس وأزمة اقتصادية اجتماعية في مصر، وهناك لا تزال تدعي الحرب في سوريا وعدم الاستقرار السياسي في العراق والتوترات ما بين المغرب والجزائر. كلها يعني هم مشغولين بأنفسهم ومشغولين بمشاكلهم. هذه منطقة أزمات يعني معروفة، فضلا عن انفجار الصراع في أوكرانيا
والآن يعني التحالف الروسي الصيني والتوترات في بحر الصين الجنوبي وتجاه تايوان، فالعالم غير مهتم، يعني يعتبر أنه من ناحية هذه منطقة ليست منطقة مصالح استراتيجية، منطقة ليس فيها بترول، منطقة ليس فيها يعني ما يهتم به واحدا. اثنان، طبعا نحن نتحمل المسؤولية كسودانيين، لأنه إلى متى سيتحمل العالم مشاكلنا وعدم قدرتنا على إدارة الصراع السياسي في السودان، ونحن ننتقل من ديكتاتورية إلى ثورة ثم إلى ديكتاتورية جديدة ثم إلى صراع عسكري ولم ينقطع منذ 54 هذا الصراع العسكري، كان أولا في الجنوب ثم انتقل إلى دارفور ثم جبال النوبة ثم انتقل الآن إلى كامل البلاد. فيحق للعالم أن يكون متعبا، ولكن شرط الإنسانية وشرط الأخوة وشرط يعني الجوار وحتى الحرص على الأمن القومي العربي والأمن القومي الإقليمي يحتم على هذه الدول وعلى العالم أن يتدخل. إن كان عبد الفتاح البرهان يريد الأمن والأمان للسودان، وإن كان حميدتي يرتكب كل هذه الفظائع والإمارات تدعمه والعالم العربي مشغول كما تفضلت، فليسلم البرهان مقاليد الحكم لحميدتي ولتنتهي هذه الحرب. البرهان أصلا سلم المقاليد لحميدتي، البرهان سمح بتمدد هذا الدعم السريع بهذا الشكل، البرهان أضعف الجيش السوداني، أضعفه البشير أولا، ثم جاءت الفترة المنكوبة الفترة الانتقالية بقيادة البرهان وحميدتي وحمدوك، وسمحوا بهذا التمدد الدعم السريع. عندما سقط البشير كان يتكون من 25 ألفا، وعندما بدأ الصراع الحالي كان يتكون من 120 ألفا، يعني زاد عليه 100 ألف في خلال 3 سنوات أو أقل، يعني من 2019 إلى 2023، يعني 4 سنوات تقريبا، ف يعني تضاعف 5 أو 6 مرات، فضلا عن تزوده بالأسلحة الثقيلة، فضلا والمدرعات دبابات نمر والمدرعات نمر من الأمارات وإنشاء أجهزة الاستخبارات الخاصة وإنشاء السلاح الطبي الخاص به وإنشاء شبكة الاتصالات الخاصة به، كل هذا تم تحت سمع البرهان وبصره وكانوا يشيدون به، يعني سواء كان حمدوك أو كان الجنرالات، فهذه مسؤولية يتحملونها في المقام الأول. الآن هو صراع على السلطة طبعا بينهما، والبرهان لن يسلم، ولكنه في نفس الوقت لا يخوض المعركة كما ينبغي، هو لا يعني أو هذه النقطة سيد عادل، يعني البرهان لا يتقدم، لا يتحرك، لا يواجه، لا يفعل شيء، البرهان متخذ موقع الدفاع، متمركز في الخرطوم، ويترك الساحة لحميدتي يعبث بها كيفما شاء. حتى الخرطوم تركها وذهب إلى بورت السودان، والخرطوم يدافع عنها مجموعة من الجنود والضباط، نحن الرؤوس لهم احتراما، موجودين في القيادة العامة وموجودين في المدرعات وموجودين في السلاح الطبي وموجودين في قاعدة وادي سيدنا، فهؤلاء كلهم نحن لهم الرؤوس، كونهم يقاتلون في ظروف صعبة جدا، ولكن تم السماح بسقوط نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة في السودان. الخرطوم عمليا يعني 80% منها في يد الدعم السريع، وكذلك الخرطوم بحري. تم السماح بسقوط مدينة مدني، ثالث أكبر مدينة في السودان، تم السماح بسقوط كل عواصم دارفور ما عدا الفاشر، الآن الفاشر محاصرة، يعني ولاية دارفور 5، تم السماح بسقوط النيالة والضعين وزالنجي والجنينة، عواصم شرق وغرب ووسط وجنوب دارفور، والآن شمال دارفور العاصمة الفاشر محاصرة، يعني بأحد الصور بالمحسم، الدعم السريع يتحرك كما يحلو له، ليس هناك يعني دعم للجيش قوي بالسلاح والذخيرة، ليس المستنفرين لا يتم يعني إدخالهم للجيش، وإنما يتم الاحتفاظ بهم وعدم تسليحهم وعدم تدريبهم بالشكل الكافي. هناك سنة كاملة كان يمكن أن يتم فيها حشد جيش من 300 أو 400 أو 500 ألف مواطن لمواجهة الدعم السريع وسحقه، ولكن لم يتم استخدام هذه الفرصة، والدعم السريع كل يوم يهاجم منطقة أخرى جديدة، وكل يوم يتقدم،
وسيصل إلى بورسودان في مثل هذه الحالة، وفي مثل هذا الضعف، ومثل هذا الهوان، وفي مثل هذا عدم وجود الدولة عمليا. يعني لا توجد حكومة، لا يوجد رئيس وزراء، الجنرالات لا يستطيعون إدارة الدولة اقتصاديا، ولا في العلاقات الخارجية، ولا حتى في مجال طيب الحرب. يعني لو تحدثنا عن الإمارات كثيرا وعن دورها المشبوه في السودان ودعم حميدتي، أين النظام المصري؟ أين مصر مما يجري؟ وخاصة أن عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة أنه لا يمكن بحال أن يقبل بوجود ميليشيا مسلحة على الحدود المصرية. للأسف الشديد يبدو أن مصر مشغولة بمشاكلها، ويبدو أنها لا تعير الأمر في السودان الاهتمام الكافي، ما عدا بعض المؤتمرات التي تنظمها من حين لآخر، ويعني لا تلقي بثقلها لا سياسيا ولا عسكريا لحل هذه الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري في المقام الأول. هناك إشاعات إنه الإمارات ضغطت على مصر، وضغوطات مالية وضغوطات سياسية وغيرها لا تتدخل بشكل قوي، وهناك يعني أقوال بأنه تم وعد مصر بأنه الدعم السريع لا يصل إلى حدودها، لا يصل مثلا إلى الولاية الشمالية أو شمال الولايات الشرقية وغيرها. ولكن الدعم السريع لا يلتزم بأي شيء، يعني الدعم السريع قوة أصلا الآن ليس هناك سيطرة عليها، يعني هذه ميليشيات متمردة، هذه ميليشيات مجنونة وحشية وبلغت حدا من التوحش. فهناك أقوال كثيرة يعني، وأقوال بتطمين المملكة العربية السعودية بأنه لن يصلوا إلى من الإمارات، يعني إنه لن يصلوا للبحر الأحمر وغيرها، ولكن هذه وعود كاذبة، هذه وعود، لأنه الآن هذه الحرب يجب أن تقف، وتستطيع الإمارات وتستطيع الدول العربية أن توقف حميدتي، وتستطيع أن تدعم يعني النظام القائم في السودان، نعم. وليس سلطة شرعية، ولكنه في النهاية يعبر عن الدولة، والجيش يعبر عن الدولة. شكرا. ويعبر شكرا عن جزيلا لك يعني. سيد عادل إلى المناطق التي احتلها الدعم السريع إلى مناطق سيطرتي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا عادل عبد العادل، الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت ضيفي عبر سكايب.